واكيد ده يوم مهم جدا بالنسبه لنا النهارده كاهلاويه، مباراه مهمه جدا امام فريق الترجي. لكن عايز في البدايه بس اتكلم معاك عن التنسيق الامني الخاص بهذه المباراه وحضور جمهور النادي الاهلي، وانا عارف ان انت كنت متواجد من اول امبارح هنا عشان تنسق طبعا مع مديريه امن اسكندريه. تمام. ولا احنا نسقنا كل حاجه الحقيقه، الدخول والخروج والبوابات وكل مدرجه هتخش من انهي بوابه، وتحددت كل حاجه. حتى الفريق التونسي كان يعني جه معاهم جمهور ومعهمش تذاكر، ورتبنا مع مديريه الامن انه هيسمح لهم بالدخول بجوازات السفر التونسيه بعد ما قدموا كشف كامل فيه 350 مشجع تونسي، وانما وكل حاجه. ويعني كنا هناك من شويه ورجعنا وطمنا عليهم وكل حاجه ماشيه كويس الحمد لله. بالنسبه لتواجد الجمهور النهارده، انا عارف ان انتوا كنتوا بتحاولوا تزودوا عدد الجمهور لكن الامور يمكن ما ساعدتناش شويه، هيكون متواجد 20,000 صح؟ 20,000 ان شاء الله، 20,000 ان شاء الله. رسالتك لجمهور النادي الاهلي النهارده اللي هيكون متواجد ان شاء الله يأزر الفريق؟ لا يعني ماتش فكر، وعلى طول عمرهم ناس مشرفين، يعني نخش بهدوء بنظام، نخرج بنظام، يعني نتبع تعليمات الامن عشان ما حدش يضايقنا، وبرضه بعد المباراه ان شاء الله تكون نتيجه باذن الله في صالحنا، برضه نخرج في هدوء عشان بعد كده لما يجي نطلب زياده الجمهور ما يبقاش في مبرر لرفض الزياده. يعني التعاون والتنسيق مع المسؤولين فريق الترجي اللي حضروا هنا في مصر عشان المباراه كان تم ازاي ما بينكم وما بينهم؟ لا كان في الاجتماع، والحقيقه احنا متواصلين مع بعض على طول، والناس يعني احنا يعني من اول ما الحقيقه يعني واحنا من اول ما وصلوا المطار واتفتح لهم صاله خاصه، والناس يعني شكروا جدا في الاجتماع ان كل حاجه على اعلى مستوى، واحنا برضه بنروح هناك بيبقى الناس برضه على اعلى مستوى. الحقيقه الناس يعني بيرحبوا بينا جدا، واحنا كمان رحبنا بيهم، هم في بلدهم وان شاء الله خير باذن الله. رؤيتك بقى المباراة النهاردة وتمنياتك ليه؟ إن شاء الله خير، أنا أنت عارف رؤية المباراة دي أنا لا بقول لا بتوقع نتيجة ولا بتاع، بس إن شاء الله يعني ولادنا بإذن الله إن شاء الله ربنا يكرمهم إن شاء الله. شكرا ستك. شكرا. ده كان لقائنا طبعا مع اللواء شيرين شمسة المدير التنفيذي للنادي الأهلي. في النهاية أكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي خلال مباراة اليوم، لاعبي النادي الأهلي إن شاء الله هيأدوا أداء جيد، نتيجة جيدة تقدر تدينا أريحية بشكل أو بآخر إن شاء الله لمباراة العودة أمام فريق الترجي في استاد رادس يوم 23 إن شاء الله. كل التوفيق لفريق النادي الأهلي النهاردة. عودة لك يا معلم. شكرا زميلنا أمير هشام من مقر قناة النادي الأهلي.